موضوعنا الآخر أو الثاني في هذه الحلقة طبعا هو برنامج جديد على شاشة MBC ويعتمد على اثنين من مقدمي البرامج الساخرة، صالح أبو عمرة وهتون قاضي. كل واحد يتكلم أو كل حلقة بيتكلم واحد منهم بطريقة ساخرة عن قضية ما. طبعا الطريف في الموضوع أنه البرنامج بيجمع لهجتين مختلفتين جدا، طبعا من أجمل لهجات طبعا السعودية، اللهجة الجنوبية واللهجة الحجازية. خلونا نتابع جزء من الحلقة الأولى. شيء مو طبيعي، برا يضيعون وقتهم في يروحون يتمشون في متحف، في مثلا مكان أثري، المعرض، إيش تطلع البيض؟ واحد يروح يتمشى في متحف ليه؟ أروح أضيع وقتي أطلع في موميا محنطة؟ حين عندنا الطلعات، حين عندنا علوم الرجاجيل، براد قد لوح النار من كثر ما شبوا عليه، قدور، تشوف البر، تشوف علوم الرجال، تشوف الحياة الفخمة، فهمت أنت؟ فهمت علي؟ عشان كذا فكرة تطلع عندنا عشوية بدون مقدمات، يعني الأم قاعدة في البيت والدموع أربعة أربعة تتابع MBC دراما وعايشة، عايشة الجو، والأبو محمد متكي في الاستراحة مع أخوياه ومبسوطين وكل يكذب عليه، يصرف عليه صرف مو طبيعي. معنا من مدينة أبها مقدم البرامج الساخرة صالح أبو عمرة. طبعا يعني كل عام وانت بخير يا صالح، وبنرحب فيك معنا. احنا كنا بنتمنى أنه نكون شايفينك، لكن للأسف في مشكلة تقنية في سكايب عندك، فحنضطر نكتفي بأنه نسمع صوتك. مرحبا لي. هلا هلا يا صالح. كل سنة وانت طيبة يا سارة. وانت بصحة وسلامة يا رب. كيف الصوت يعني في تأخير حاسس؟ أنا خايفة أنه يكون في تأخير. لا الأمور طيبة. الأمور طيبة تمام. صالح، يعني يمكن هذا أول عمل تلفزيوني لك، وطبعا هو على شاشة يعني كبيرة، شاشة MBC 1. أنت قبل كده طبعا عندك برامج أو برنامج على اليوتيوب ناجح جدا والمشاهدات تخطت المليون، بس كيف كان الانتقال من اليوتيوب إلى التلفزيون؟ أول شيء كل سنة وأنتم طيبين وكل المشاهدين على القناة العربية، وأتمنى لكم يعني كذا شهر يكون فيه أكشن بعد المغرب. الانتقال كان شوي فيه صعوبة. نعم. لأنه ننتقل من حياتنا العادية في اليوتيوب أنه نقدم برنامج، نسجله في يوم يومين، نأخذ راحتنا في الشغل، بس فجأة كذا نطيح في كاميرات كبيرة واستوديو كبير، وتحس إني مستودع مرة كبيرة، طالع فوق وطالع يمين يسار، أحس برهبة. أيوه. وخاصة لما يكون على قناة كبيرة زي MBC أكيد بنتوقع إنه بيتابعوني ناس كثير، فتصير الشيء اللي ما يضرب صح يفرق عند الناس، لأنه بيتابعك مو هالمرة كم مليون على اليوتيوب، بيتابعك الحالة، بيتابعك أسرة كاملة. صحيح. فيصير في شوية رهبة في البداية، حتى الحلقة اللي اليوم هي أول حلقة تسجلت لي في البرنامج، فباين الرهبة، باين الرعب الكبيرة. طب كيف كانت ردود الفعل؟ الحمد لله، يعني في متابعين من أول صالح كانوا داعمين واقفين معي، وفي أضيف للمتابعين متابعين جدد أعجبوا بالفكرة. في طبعا البرنامج جديد وفكرة جديدة تنعرض على قناة فضائية، فأكيد أنه بيكون ردة الفعل الأولى غريبة، يعني كلهم مستغربين برنامج زي كذا وبعد المغرب، تعودوا على المسلسلات، تعودوا فعادي، هي مع الوقت هيتعودوا أكثر، وأتوقع أنه الجاي بيكون أفضل. طب إيش المواضيع اللي هتستعرضوها؟ يعني أنت اليوم تكلمت عن الفرق بين خرجاتنا وخرجات الأجانب طبعا بطريقة دائما ساخرة، بس إيش المواضيع القادمة مثلا؟ أنت مهتمة بشبكات التواصل، فإحنا بنلحق شبكات التواصل بشوي، نحذفها من هني ومن هني، ويمكن ما أدري، يعني ما أبغى أحرق كل شيء. بتبع نظام الأستاذ أوس، أمسي عليه بالخير، كان عندك قدام شوية مسي عليه بألف خير، وأقول له الله يكفيني شرك الأيام الجاية، لأنه هو اللي عارف الأسرار كلها حق البرنامج، وأنا بس مجرد شخص قدم شيء ومشي. إيه بس أنا سمعت إنه هذا الكلام مو بس صحيح يا صالح، أنا سمعت إنك أنت شاركت بشكل كبير ومع مجموعتك في الكتابة لمواضيعك. طبعًا شارك معنا الأستاذ ماجد رائف والأستاذ فريد خليل، أمسي عليهم بالخير. فريد كان من الجنود المجهولين اللي ما حد داري عنه، كان حتى ما ظهر اسمه، كتب معنا كم حلقة. الأستاذ خلف الحربي برضه كان من اللي ساعدونا، وكمان ما أنسى فريق رواية اللي كانوا داعمين لي حتى ولا في عجمان أفكارهم. فجهزنا شوي في النص، لكن تظل المفاجآت والشغلات داخل الاستوديو أقوى من النص اللي ينكتب، لانه الاستاذ اوس
ذبحنا بالشاي العراقي، احنا تعودنا على شاي الجمر، فهو ذبحنا بالشاي العراقي ذا شكلنا شوتنا كثير في الحلقة. الله يستر. صالح نحن بنشكرك على وجودك معنا، ويعني على المكالمة طبعا، هي كنا بنتمنى تكون معنا في الاستوديو بس يلا المرة الجاية. كان معنا من مدينة أبها مقدم برنامج كلمتين وبس صالح أبو عمرو.